هنروح بقى نكاري reading.ajax جوه اليوزر، فنعمل نيو بي اتش بي فايل reading.ajax بالمنظر ده كده. هنروح بقى لليوزر نكاري فايل reading.ajax، هنيجي نعمل include once للديكشنري والكونكشن. هنتشيك برضو ان الاوبريشن موجوده والدي اللي هي رقم الديفايس، هنقول اف ان لو مفيش يعني نوت السيت في الجيت الدي او نوت السيت جيت اوف الاو بي، فيبقى ساعتها هيعمل ايكو نال يبقى ده الخارج وريتيرن، فبالتالي مش هيكون في بيانات رجعت، مجرد بس بيان فاضي اللي هو نال. بعد كده هيتاكد ان هو موجودين فيقول او بي عباره عن جيت او بي، ونفس القصه على الدي. محتاج بقى يتشيك على الاوبريشن، فيتشيك اس تي ار كومبير ان الاوبريشن دي عباره عن لود بتساوي زيرو، وايلس برضو معناها ان الاوبريشن دي متبصيه بقيمه مختلفه عن دي، فساعتها يعمل نفس الكلام هنا. هنا بقى هيبدا يتكون الداتا الجديده، فيحتاج يعمل الاوفست، فهيتشيك ان لو مفيش اوفست اللي هو الجزئيه دي، ساعتها يعتبر ان الاوفست بزيرو ويجيب بيانات من الاول، ايلس هيعتبر بقى ان الاوفست ده هو القيمه اللي جت من الجيت، ويبدا بقى يكاريت جمله السيكوال بعد ما يتاكد الاول من التوكن. فبالتالي محتاج ابعت مع ده كمان التوكن، فهقول var token بتساوي php echo session في الاوس اوف التوكن، لانها بقت متخزنه خلاص لما جينا عملنا لوجن. هاخد التوكن دي بقى ابصيها مع الكويري واعمل concatenation واقول and token بتساوي زائد token بالمنظر ده كده، ممكن ننزلهم على سطرين. في الريدنج برضو هقول لو التوكن دي ما اتبعتتش برضو يرجع، هيجي هنا برضو يجيب التوكن دي، ممكن قبل ما يكمل اصلا اتشيك التوكن دي بتاعت يوزر معين ولا لا، ولو تبع يوزر معين هجيبه. يبقى هقول select from، هقول هنا star user underscore tokens where ان التوكن بتساوي التي سيمي كولون، ساعتها اعمل statement واقول bdo prepare لجملة السيكوال دي. بعد كده اقول statement execute وابعت تي دي اللي هي توكن. بعد كده هجيب اليوزر اي دي، ممكن هنا برضو اقول يوزر اندرسكور اي دي بدل ما اجيب الريكورد كامل، واقول statement fetch video fetch associative. هتشيك ان لو مفيش يوزر اي دي يعني فولس، ده معناه ان التوكن دي مش تبع يوزر معين، فساعتها برضو هي ايكو نال وريتيرن. هسمي بس دي ريكورد ودي ريكورد، واجي هنا اقول بقى اليوزر اي دي بتساوي الريكورد ده اوف اليوزر اندرسكور اي دي. يبقى ساعتها في اللحظه دي معايا اليوزر اي دي ومعايا الاوفست وعارف الجدول اللي انا هشتغل منه. فاروح بقى سلكت البيانات، هحتاج ايه من البيانات؟ الريدنج والكريتد ات، ممكن استعين بالكويري اللي اتكتب في الديفايس ريدنجز ده واعدل عليه. فاروح للديفايس بي اتش بي الكويري الخاص بالريدنجز اللي هو ده، فاخد جمله السيكوال دي كده كوبي، واروح هنا اعمل هنا بيست. المفترض انا معايا الديفايس اللي هو الدي اللي هو ده، محتاجة انشور برضو ان ده الجهاز بتاع المستخدم. فانا في اليوزر ديفايسز عندي بيان اسمه يوزر اي دي، فممكن استغل الاي دي اللي انا جبته هنا واضيفه في الكويري، فاقول اند اليوزر ديفايسز دوت اليوزر اندرسكور اي دي بيساوي يو اي دي، واجي هنا اقول ان اليو اي دي عبارة عن اليوزر اي دي. المفترض البيانات اللي انا هحتاجها من الريدنجز القراءة نفسها اللي هو العمود ده، فهاجي بدل ما اقول ستار هكون سبيسيفيك، يبقى ديفايس readings dot reading as reading، وافصل الجملتين وانزل سطر. هحتاج برضو created at، فاخد دي كده copy واعمل paste، اقول comma، ممكن افصلهم في سطرين، اقول هنا created at، اقول هنا برضو created at. محتاج بعد كده ال id اللي هعمل بيه delete، فالمفترض جايبه بالمنظر ده ومسميه did. هاخد بقى البيانات دي اللي عملت لها fetch all، واقول echo json encode للبيانات دي بحيث يحولها لسترينج، والناحيه الثانيه يعمل لها بارس، واقول ريتيرن. محتاجين بقى نجرب ده. كنا هنا عملنا كونست لوج، فالمفترض لما اعمل اي كويري باللود مور هيطبع على الكونسول، فاتطبع بالمنظر ده كده. ليه جاب لي ده؟ لان لسه ما عملناش الجزء بتاع الليميت والسكيب. انا معايا الاوفست، فهاجي هضيف في الاخر او الليميت اوفست كام 10، ده معناه هيسكيب البيانات اللي عددها ده، لو ده مثلا 20 ده معناه هيسكيب 20 ويجيب ال 10 اللي بعدهم. هاجي اجربها تاني هيجيب لي بيان فاضي لان مفيش 10 بيانات بعد ده، فساعتها ممكن اطبع للمستخدم رساله توضح ان مفيش بيانات. فهاجي هنا اهو اقول var records بتساوي json.parse للداتا، واشوف لو الريكوردز دي بتساوي null يبقى ساعتها اطبع له something went wrong، هاخد دي كده copy paste هنا. بعد كده هتشيك ان لو الريكوردز ده
اللينس بتاعها اقل منها وتساوي زيرو، ده معناه ان مفيش بيانات. فاقول هنا نو داتا، واروح اخزنها في الدكشنري واقول له هنا زير ار نو ريكوردز تو فيتش. إلس ده معناها ان في داتا فممكن نطبعها. نيجي نتست ده، هنعمل لود مور، قال لي زير ار نو ريكوردز فيتش. لو نفترض ان انا شلت الجزء بتاع التوكن ده، عملت له كده كومنت، ده معناه ان هو هيبعت لي سمثينج وينت رونج. نيجي نجربها تاني، جاب ايرور. لو لما جه يعمل بارس كان بيعمل بارس النل، فممكن ببساطه نتشيك الاول لو الداتا دي بتساوي نل، ساعتها يعمل اليرت ويعمل ريتيرن، ما يكملش غير كده يكمل. نيجي نتست تاني ونيجي نحط هنا نوت بالمنظر ده، ده معناه ان لو مفيش داتا. نفس القصه ممكن نقول اور لو مفيش ريكوردز. نيجي نجرب لود مور، قال something went wrong. نيجي نرجعها تاني ونجرب، قال زرار نو ريكورد تو فيتش. محتاجين بقى نعرض البيانات هنا، فنعمل function ونسميها reading html record. هتعمل html وتعمله return، مفترض شكله هيكون على الشكل ده، فناخد ده كوبي ونعدل عليه. هناخد tr بعد كده td ونحط هنا عدد، فنحتاج عدد، فاقول ان الفانكشن دي بتستقبل الk. هاخد بقى td copy واقول زائد الk زائد القفلة بتاعت td. بعد كده هنزل سطر اعمل td تانية، هيستقبل بعد كده الريدنج، والمفترض بعد كده created at، وهيستقبل برضو did. فنقول زائد قيمة هنا زائد قفلة td، ونقول زائد. هنكرر دي كذا مرة، مرة على الريدنج ومرة على created at. والمفترض هنا هيكون بقى الزرار اللي هو الانكر تاج ده، فهناخده كوبي ونضيفه هنا. هنشيل بقى جزء ال PHP ده ونظبطها بالمنظر ده كده، وننزل دي سطر تاني. محتاجين بقى نضيف ال D هنا اللي هو ال DID، فهنيجي نفصل بينهم ونقول زائد زائد DID. هنستعمل بقى الدالة دي، هنشيل بقى ال log data ده ونقول var all records html عبارة عن string فاضي، ونقول for var i بتساوي 0 i اقل من records dot length i plus plus، وننادي على الدالة ونبعت لها مجموعة بيانات وهترجع لي string. فنقول var html ونعمل له concatenation على دي، plus يساوي html. ايه البيانات بقى اللي هيبعتها؟ ال k اللي هي العدد. فببساطة انا معايا عدد اولي وممكن استخدمه وازود عليه ال i زائد 1. بعد كده هحتاج البيانات اللي في الريكوردز، فهقول records of i وفي الريدنج، بعد كده كما records في الاي اللي هو الريكورد اللي عليه الدور، وفي الكرييتد اندرسكور ات، بعد كده كما records في الاي وفي الدي اي دي. نتاكد من ان التسميه دي مظبوطه، دي اي دي كرييتد ات والريدنج. ممكن نطبع ده، فنقول كونسول دوت لوج فور ريكوردز اتش تي ام ال. هنعتبر ده مؤقتا بزيرو عشان ما يجيبليش لسه فاضيه عشان نجربه. هنضغط على لود مور، وبعد كده الكونسول طبعها لي بالمنظر ده كده، فده معناه ان هي اشتغلت. محتاجين بقى نضيفها هنا، فهنيجي للجدول بتاع الريدنجز على التي بودي ونقول هنا readings table body، ونستعمل ده عشان نبوش جواه. فهنيجي بعد ما يخلص نشيل بقى جملة الطباعة ونختار البادي ونقول append all records html. نيجي نجربها تاني، نقول load more، ضفها بالمنظر ده، load more تاني بالشكل ده كده. محتاجين بس نضيف margin بين الديليت وبين التراش دي، فهنيجي في الدالة ونقول هنا mr بواحد، فتظهر على الشكل ده كده مظبوطة. المفترض بعد ما عمل loading يعمل increment بقى للoffset ده، فناخد الoffset بعد ما يعمل append ويقول plus يساوي عدد الريكوردز اللي جات دي بحيث ما يجيبهمش مرة تانية، فنقول records dot length، ونقوم بقى شايلين الجزئية دي كده. نيجي نجربها load more. load more ليه جاب البيانات كذا مرة؟ ده بسبب ان احنا حاطين الvar offset ايا كان قيمتها جوه الكليك، ففي كل مرة يعتبر دي الكومال انيشيال، فده معناه ان احنا ناخد دي كده برة ونسميها readings offset، نستعملها هنا ونستعملها هنا وهنا. نيجي نجرب تاني، load more جاب البيان، load more قال زرار نو ريكورس تو فيتش. نرجع بقى دي لأصلها على الشكل ده كده، نعمل load more هيقول لي مفيش بيانات لان هو بيان واحد، فيبقى اذا الجزء بتاع load more مع الجدول الخاص بالديفايس ريدنج شغال مظبوط.